ايه اللي كواليس يعني، يعني في بطوله من النوع ده ايه الكلام اللي بيبقى بين اللعيبه بينها وبين بعض، الحاله العامه للفريق، في حاجه مهمه يا استاذ احمد، اهم شيء النفسي هنا الكبار، لا الكبار كبار اللي بيقفلوا. هو طبيعي في امور كابتن سيد بيبلغ بيها، ممنوع التعامل مع الصحافه، ممنوع ده ادلاء باي تصريح للاعلام، بلاش كلام في الميديا. الكبار بقى كابتن شوبير وكابتن رمضان وكابتن ايمن وكابتن حسام وكابتن ابراهيم وكابتن مجد طلبه وكابتن رضا، المجموعه الكبيره دي كلها كانت بتقعد وتتكلم معانا. طبعا احنا بقى خط ظهرنا كان الكابتن علي عبد الصادق يقعد يقول مالناش دعوه باللي بيدور حوالينا، احنا اهم حاجه احنا نبعد اي هدف عن مرمره وسيبوا التهديف للاعيبتنا احنا خلاص. كل واحد فينا عارف الجزء بتاعه، دور بتاعه، الدور بتاعه انا راجل مدافع ابعد عن مرماي اي هدف، لعيب نص الملعب ازاي اوصل للمهاجم بتاعي انه يجيب هدف، ارجع للفيرو بتاعي اقول له ازاي ربنا يكرمك تجيب هدف وتعززه بهدف اخر. خلاص كل واحد فينا عارف احنا عايزين ايه، بس النادي الاهلي يدونا عن كل الانديه، مش عشان انا بنتمي للنادي الاهلي، حته الترابط والتلاحم ده مش موجود عند حد جوه وبره، عن طريق التليفونات، عن طريق الاعداد التخصصيه، خط ظهر يعني نص ملعب فراوده. دي رساله للجمله الكبار برضه، يعني اذا كنت انت بتكلم النهارده هكلم الشناوي وهكلم عمرو السليه وهكلم ايمن اشرف وهكلم وليد، طبعا وليد سليمان رقم واحد، هكلم بقى اللي موجودين في الملعب، وليد هيتكلم ككبير القعده والالتفاف حوالين ازاي نجيب ال 12 بونت، الشناوي جوه الملعب، عمرو السليه، ايمن اشرف، علي معلول، قفشه، كل واحد فيهم لازم يعمل دوره وزياده شويه على اكمل وجه. بدني وفني الاهلي مطمنك كابتن عمرو؟ بلا شك مليون في الميه. النادي الاهلي كانت بنحصل حاجات غريبه شويه كده، بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، لعيبه النادي الاهلي في مباراه انبي احنا عارفين ان الكابتن حلمي كان عنده من احسن مدربين الاحمال، الدكتور ممدوح من احسن معدين الاحمال للاعيبه انبي، احنا كنا بنشوف شد واثنين وثلاثه. ليه؟ انا انهي الماتش من اول دقيقه، النادي الاهلي مش مطلوب منه غير كده، اول ربع ساعه بضغط اجيب جون واثنين خلاص، مش هدور على حاجه تانية. امكانياتك البدنيه دي مهمه قوي النبي يا كابتن عمرو، بص واثنين دي مهمه قوي. امكانياتك البدنيه هنقولها يا استاذ احمد، امكانياتك البدنيه هايله، الامور النفسيه فوق الهايله، تحقيق ما قبل من البطولات كلها، حققت كل ما يحلم به كل جماهير النادي الاهلي من لعيبه ومجلس اداره وجماهير خارجيه. المطلوب دلوقتي انت بتجيب هدف، لا هدف واثنين وثلاث، الهدف بقى بيقلقنا ان بنوصل للدقيقه الاخيره ممكن يحصل اي حاجه، يحصل تخاذل بسيط، مش هقولها بمعنى كلمه تخاذل، تراجع، يعني التركيز بالظبط. في كده ساعات انا مطلوب مني بقى، يعني الكلمه دي انا بقولها، مالكش دعوه نص ملعب وفراوده يعمل ايه، خط ظهر وحارس مرمى انت اللي تقدر تعلي الكفه، سيبهم هم يضيعوا زي ما عايزين، مش مسموح ليا ان انا اغلط كمدافع او حارس مرمى، مش مسموح ليا ان انا اسرح، مش مسموح ليا ان انا ما اشتركش في كل كوره. اسمح لي يا كابتن عمرو، يعني هو للدفاع ولحراسه المرمى والخط الهجوم مش مسموح، مش مسموح، مش مسموح تضيع، مش مسموح تضيع تسرح، يعني 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 كلفه انك انت تضيع فرصه تجيب لك 3 بونت دي، احنا دفعنا، احنا كونك، خد بالك يعني ليه جمهور النادي الاهلي مركز قوي مع البطوله السنه دي، يعني قال 5 سنين اللي فاتوا كل سنه بناخد الدوري الجمهور بيبقى مبسوط وكل حاجه، بس يعني ما كانش فيه التركيز اللي حصل في النسخه دي. التركيز اللي حصل في النسخه دي اولا عشان قوه المنافسه، ثانيا عشان بطولتنا واحنا اللي فرطنا، يعني فاهم قصدي ايه؟ احساسك ان البطوله بتاعتك وانت الاقرب ليها وانت اللي تستحقها وانت الاقوى وانت الاجدر باذن الله موجوده، وانك انت اللي فرطت، دي مضايق الناس شويتين باذن الله. انا الناس من بعد ماتش باذن الله موجوده برضه، اكيد انت الناس بتتكلم معاك، يعني الجمهور بيتكلم معاك لما بيشوفك، الناس شايفه انه احنا سيبنا حاجات كتير قوي سهله ما كانش يليق بينا ان احنا نضيعها. هقول لك على حاجه، يعني من الماتشات اللي انا زعلت فيها من لعيبه النادي الاهلي، ماتش الاسماعيلي انت عملت كل حاجه ليه؟ كمل. النادي الاهلي جات له فتره ساعه ما قلنا على التتويج بالعشره، كنا بنقول مستر موسيماني كان بيتكلم مع اللعيبه هيجي لك 3 فرص هات منهم 4، ده حصل. الفرص اللي كانت بيجي لك، الثلاث فرص اللي جولك في كايزر تشيف الثلاثه جبتهم، اللي جولك في الترجي قبل كده جبتهم، اللي بيجولك يعني ماتش انبي اول كوره كورنر هدف اسيست ما بين كهربا وقفشه جون. اقول انا بقى حاجه صغيره لقفشه بالذات، انا اسف لكهربا، ايوه محمود اما لعب شغل محمود
اللي هو احنا عارفينه من الناشئين انه يمسك ويلعب ويراوغ ويحط ويعمل اسيست. ايوه. عمل كره استلام ودوران واسيست وتحضير من لمسه واحده لقفشه. هو ده محمود كده. كنا بنتكلم ده جول كهربا. بص، لف دوران حضر، كله بنتكلم في لمسه واحده. انا ممكن وانا بحط الباص يبقى طويل شويه قوي شويه، لا انا بحط عشان قفشه احطها من لمسه واحده. أيوة. نفس الكلام استلامه للكوره والدوران بعدلته لجسمه. خد بالك ان اللحظه اللي شاف فيها او اللحظه اللي عمل باص فيها الاسيست لمحمد مجدي قفشه، هو كان ظهره لقفشه. لا ده انت حضرتك انت لازم تاخد بالك من حاجه. هو مدي اتجاهين. اتجاه للاستلام وانا بجري عشان تتحط لي. ايوه. نمره اتنين، كل لاعيبه انبي توقعت ان كهربا بعد ما سند هيشوط. كل الاتجاه، بص، مجرد ان انا بعد عني المسافه بتاعت المراقبه ما بيني وما بين المدافع، لفيت وقمت حاطط الاسيست في اللحظه اللي انا وسعت الدايره دي وعملت زي ما بيقولوا خلق مساحه في الحته دي لقفشه يحطها ببطن رجله في البعيده جوه. صحيح.